هاي في حوالي 27 عظمة، 29 مفصل و 123 رباط بالإيد البشرية. الإبهام بالإيد البشرية أو ثمب بيختلف عن الحيوانات وعن بقية الأصابع من ناحية اتجاه الحركة. البصمة اليدوية عندها دي ان اي خاص فيها، مستحيل أي اثنين بالعالم يمتلكوا ذات البصمة. متوسط طول الإيد عند النساء هو 17 سنتيمتر وعند الرجال هو 18.7 سنتيمتر. الأصابع ما فيهم عضلات، الأوتار يلي بأصامعنا بتحركهم عضلات الساعد forearm. مين قال إنه لو ما من الماوس كليك الإندكس هو أقل إصبع بنستعمله؟ أنا قال. بشوفكم بكره.